والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الملك هو ملك الله، وإذا كان العطاء هو عطاء الله، فلما الجزع؟ فلما الجزع؟ فلما الجزع؟ لما التسخط؟ لما التسخط؟ لما التضجر؟ لما القلق؟ لماذا؟ 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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولو أراد الله أن يمنعك شيئاً فلو اجتمع من بأقطار السماوات والأرض أن يعطوك لما استطاعوا، والله قد منعه عنك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها المبتلى، أنت تقول في صباح وفي مساء كل يوم 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا إعلان منك بأنك فوضت أمرك إلى ربك. خطبة للشيخ الفاضل رشاد الحبيشي حفظه الله كانت بتاريخ 25 من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس مجلساً إلا ختم مجلسه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. فما أعظم هذه الدعوات وما أجلها، لقد جمعت خيري الدنيا والآخرة. وإن من أعظم
ما اشتملت عليه هذه الدعوات العظيمات هو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أيها المسلمون، مصائب الدنيا آتية لا محالة، لأن الدنيا خلقت على كدر وأقذار ومصائب، وأنت خلقت أيها المسلم في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ورب العزة والجلال أقسم في القرآن الكريم أنه لا بد من الابتلاء، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أي والله أنكم ستبتلون في أموالكم وأنكم ستبتلون في أنفسكم. وقال جل وعلا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هذا قسم من رب العزة والجلال حتى يعي المؤمن إذا نزل به البلاء تذكر قسم الرحمن. إذا نزل البلاء بالعبد في نفسه أو في ماله أو في ولده من غم أو مرض أو كرب أو أي أمر من الأمور تذكر قسم ربك، فالله قد أقسم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ومع أنه أقسم جل وعلا فهو سيبتلين في أنفسنا وأموالنا، وسيبتلين بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لا ليعذبنا ولا ليهلكنا، وإنما يبتلينا ليرفع الدرجات ويكفر عنا الذنوب والسيئات. فمن أعظم الأسباب التي تهون علينا مصائب الدنيا أن ندعو الله جل وعلا بهذا الدعاء الذي سمعتموه: اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وإن من أعظم الأسباب ما يهون به علينا مصائب الدنيا أن نعلم علم اليقين أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن نعلم علم اليقين أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أن نظن بالله جل وعلا ظنا خيرا، ظنا ننتفع به في ديننا ودنيانا، وأن نمر على تلك الآيات التي ذكرها الله جل وعلا كأنها بلسم على قلوب المؤمنين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المبتلى، اجعل هذه الآية نصب عينيك: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تجزع، لا تتضجر، اصبر صبرا جميلا. الله يعلم وأنت لا تعلم. الله هو الذي يعلم عواقب الأمور، هو الذي يعلم عواقب الأمور جل وعلا. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تكره الشيء، نفسك تكرهه، ولكنه في حقيقة الأمر هو خير، والذي لا إله غيره. لو أطلعنا ربنا جل وعلا على الغيب
لعلمنا أننا أما لعلمنا أن ما نحن فيه نعمة أراد الله جل وعلا بنا خيرا. قال سبحانه وتعالى في قضية الإفك: وقد اتهمت عائشة، وكانت هذه القضية من أعظم القضايا في البيت النبوي. ضاق آل أبي بكر، ضاقت عائشة، وضاق النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنها بقيت شهراً كاملاً لم يتكلم الله جل وعلا فيها بأمر من الأمور، وانتشر الخبر هنا وهناك. ولما أنزل الله جل وعلا براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. يا سبحان الله، طعن في العرض، ومع ذلك رب العالمين يقول: لا تحسبوه شراً لكم. فيا أيها المبتلى، أيها المبتلى بجسمك، ويا أيها المبتلى بمالك، ويا أيها المبتلى ببيتك، ويا أيها المبتلى بعرضك، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. إي والله إنه خير للمؤمن في دينه ودنياه وفي آخرته. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة، على مستوى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله به من خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما يحط الشجرة ورقها. كيف بمن يصاب بمرض في قلبه؟ كيف بمن يجري عملية جراحية في جسمه؟ أتظن أن الله يريد تعذيبك؟ أتظن أن الله يريد إهلاكك؟ لا، الله يريد أن يختبرك ليرفع درجتك، ليرفع درجاتك ويكفر عنك سيئاتك. من يرد الله به خيراً يصب منه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. في قصة موسى عليه السلام وهو رضيع، بعد أن صدر ذلك القرار الظالم من أكثر أهل الأرض وهو فرعون، ما كان شيء أكره إلى قلب أم موسى من فراق ابنها، ومع ذلك قال رب العالمين: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستجابت لهذا الأمر وألقت ولدها، وكاد قلبها أن يطير، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما كان شيء أكره إلى نفسها أن يقع ولدها في من هي تخاف منه وهو فرعون، فساقه الله جل وعلا، ابتلاء عظيم لهذه الأم، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى ألد أعدائه ليقوم بتربيته. إن هذا برهان في القرآن الكريم على ما ذكره سبحانه وتعالى في القرآن: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري، لا تدري أيها المؤمن. لله الحكمة البالغة، ولكن بسبب جهلنا وبسبب ضعف إيماننا نجزع ونتسخط ونشكو، وكأننا نشكو الله جل وعلا إلى المخلوقين. لا يا أخي، لتكن هذه الآيات أمام عينك دائما وأبدا، لأن الله أقسم أنك ستبتلى، وأنه لا نجاة لأحد من الابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وإذا كان الأمر كذلك فلتكن هذه الآية أمام عينك مرسومة على سويداء قلبك، تقرأها في الليل والنهار، وتقرأها في السر والجهار: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وهادينا وقدوتنا ومعلمنا وهادينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، في سورة يوسف ذكر الله جل وعلا مواقف عظيمة، تثبيت من الله لكل مبتلى، وكلا نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كان يعقوب عليه السلام يخاف على يوسف عليه السلام خوفا عظيما، بل لا شيء أعظم على قلبه من فراق ولده، ولذلك جعل يقول لأبنائه إني أخاف أن يأكله الذئب، وقال لولده يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، خوفا عليه. ومع ذلك نزل الابتلاء، فارق ولده، ولكن شعار نبي الله يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، كان شعاره عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون. هؤلاء هم الأتقياء وهم الأنبياء، قص الله علينا خبرهم لنسلك طريقهم. فلما فوض الأمر إلى الله واستعان بالله جل وعلا، رد الله جل وعلا يوسف عليه السلام إلى أبيه ورد عليه بصره، وكان شعار يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وهكذا أيضا دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم سلمة وقد فارقت زوجها وكانت تحبه حباً عظيماً، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير في أثناء الابتلاء، لا تدعوا على نفسك إلا بالخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رأى أم سلمة تبكي على زوجها وعلى حبيبها، فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيراً منها. قل هذه الكلمة على أي مصيبة كانت، مصيبة الموت أو على مصيبة المال، ولو كانت حتى على مستوى مخالفة مرورية، قل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. ففكرت هذه المرأة الصالحة من خير من أبي سلمة، ما كانت تفكر في يوم من الأيام ولا يخطر على بالها أنها ستكون زوجا لحبيب الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت هذه الكلمة العظيمة التي تدل على التفويض لله وعلى التوكل على الله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فأبدلغ الله من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفوض أمري إلى الله، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في أثناء النوم وقبل أن ننام فوضت أمري إليك، لا بد أن تكون هذه الكلمة، لا بد أن تختلط هذه الكلمة بقلوبنا ودمائنا، ليست مجرد أحرف نقولها باللسان فحسب. فوضت أمري إلى الله، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك في كل أمر من الأمور. وانتظر العاقبة الحميدة من رب العالمين. أم حبيبة وصلت إلى الحبشة إلى أرض الغربة، فابتليت ببلاء عظيم، وذلك أن زوجها طلقها وفارقها، والطلاق من أصعب ما يكون على النساء، ولكنها كانت قد تسلحت بسلاح الإيمان، بسلاح الخشية، بسلاح التقوى، فصبرت صبرا جميلا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صلح الحديبية استاء كثير من المسلمين من بنود الصلح، لأنهم رأوا في ظاهر الأمور، رأوا تلك الشروط كلها على المسلمين،
ولكن الله جل وعلا سمى ذلك الصلح بالفتح القريب، وأثابهم فتحا قريبا، سماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد به صلح الحديبية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها المؤمن، أيها المؤمن، ليكن سلاحك في هذه الدنيا إذا ابتليت بأي بلية وأفوض أمري إلى الله، ليكن سلاحك اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ليكن سلاحك لا حول ولا قوة إلا بالله، وليكن شعارك إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت تقول في صباح وفي مساء كل يوم أصبحنا وأمسينا، أصبحنا وأصبح الملك لله. فإذا كان الملك هو ملك الله، وإذا كان العطاء هو عطاء الله، فلما الجزع؟ لما التسخط؟ لما التضجر؟ لما القلق؟ لماذا؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أيها المؤمن، أنت تصلي وتقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. أين الإيمان؟ أين اليقين بهذه الكلمات؟ اللهم لا مانع لما أعطيت. لو أن الله كتب لك شيئاً فلن يستطيع أحد أن يمنع رزقك وأن يمنع عطاء الله لك، ولو اجتمع عليك من بأقطارها. ولو أراد الله أن يمنعك شيئاً فلو اجتمع من بأقطار السماوات والأرض أن يعطوك لما استطاعوا، والله قد منعه عنك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها المبتلى، أنت تقول في صباح وفي مساء كل يوم 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا إعلان منك بأنك فوضت أمرك إلى ربك، وبأنك معتمد ومتوكل عليه وحده لا شريك له. فلما الجزع؟ لما التضجر؟ لما البكاء؟ لما عدم الصبر؟ لماذا؟ وأنت تقول هذه الكلمات في صباح ومساء كل يوم، لابد أن نترجم هذه الدعوات وهذه الكلمات إلى واقع عملي في حياتنا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم بأمر قال جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين.